كلنا الشيخ محمود، كلنا زي بعض. ايوه صحيح، كلكم زي بعض. وأعز كنه وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، صدق وعده، ونصر عبده، ونصر عبده، وأعز كنه، وأعز كنه، وهزم الأحزاب وحده. العلم الحديث بيقول ان الحياة بكل ما فيها من مخلوقات تطورت تطور ذاتي بالقوانين الجدلية الموجودة فيها، في الاول نبات وبعدين انسان. المادية الجدلية بتقول كده، اذا سلمنا بالكلام ده لازم نسأل ايه اللي اوجد المادة، واذا ما كنتش اسأل السؤال ده ابقى بتجاهل المنطق العلمي. المادة بكل اشكالها البدائية اللي بنشوفها حوالينا دقيقة جدا ومحكمة ومش ممكن تتوجد لوحدها بدون خالق. تمام زي الشيخ محمود. قل لي يا ابني، هو الشيخ محمود عمل ايه في معسكر الهيليز؟ ما عملش حاجة، ما عملش حاجة، كان بيقول كلام زي اللي حضرتك بتقوله دلوقتي. ما هو باين، عشان كده جيت وراه. أنا جيت عشان مش عارف. والجاه العريض والمال الذي لا يعد ولا يحصى، ولكنه لم يأخذ لنفسه شيئا، فلم تكن زخارف الدنيا فوقه ليبسط لها كفيه، وإنما كانت تحت قدميه. صلاة الله وسلامه عليه ترك لنا معجزتين خالدتين ملهمتين. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. فلم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ايه اللي حصل ده؟ ما هي علاقتي بواحد والحمد لله ارتحت. قول لي يا ابني انت ما قلتليش اسمك لغايه دلوقتي. اسمي ابراهيم. الحاج ابراهيم. حاج ابراهيم يعني ممكن واحد زي لهيك غريبه. امال انت كنت بتعمل ايه؟ اصغر حاج ابراهيم. وان شاء الله هنزور المدينه المنوره سوا باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب.